طيب خلونا نبدا بقى اخبارنا من كلام مهم جدا قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كان امبارح خلال افتتاح عدد من المشروعات في القليوبيه. الرئيس طالب بان ماده التربيه الرياضيه تكون من المواد الاساسيه في التعليم، وقال كمان نصا كده ماده التربيه الرياضيه لازم تكون ماده اساسيه في التعليم ويكون فيها نجاح وسقوط، وده ليه؟ ده علشان نحافظ على صحه الجيل الجديد. كلام مهم جدا، وفعلا الرياضه بقت مهمه جدا علشان ان احنا نحافظ على صحتنا وعلى صحه ولادنا. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل خلال ان شاء الله الايام اللي جايه، هنعمل لكم فقرات خاصه جدا. خليني اقول لكم كمان انه يمكن الموضوع الصحه ده حاجه مهمه جدا. انا واحده من الناس لا بلعب رياضه ولا كنت بفطر، كانت صحتي او كانت حياتي غريبه جدا. النهارده زميلتي ربنا يخليكي ليا يا عبير عبد الستار رئيس تحرير البرنامج، قررنا النهارده هي وناس اصدقاء ليها انا بشكرهم طبعا عزموني النهارده على الفطار. ايه بقى؟ فول بالزيت الحار، فول بزيت الزيتون، فول بيض بالطحينه، وحاجات كتير جدا. ما كنتش بفطر وكنت معترضه لا ايه الفطار، بس عايزه اقول لكم ان وجبه الفطار من الوجبات المهمه جدا 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 في حياتنا، ان احنا لما بنفطر بيبقى عندنا باور او عندنا طاقه ان احنا نكمل باقي اليوم. انا ما بفطرش يمكن قبل ما بدخل الهواء بقعد يعني ايه هم بيشدوا شعرهم مني، انا جعانه انا عايزه اكل، واليوم عندي بيبقى ايه خلاص بينتهي عندي بدري. ف بحكي لكم الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم ان وجبه الفطار يا جماعه من الوجبات بجد الاساسيه، يعني ممكن ما تتغدوش لكن لازم تفطروا علشان تعرفوا تكملوا باقي يومكم. بشكرك يا عبير، بس يعني خلاص انا ميه ونسكافيه وشاي خلاص يعني موتيني، بس ميرسي كان فطار بجد حلو قوي.